يعني الولد تربى بدون أب. أم إكس ما كانت مناسبة أنها تربي إكس لأنها كانت طول الوقت تعنفة تضربه بشكل مو طبيعي. فإكس عاش أغلب حياته مع جدته. My link my ting from barking 7 AM in the morning she's calling I'm yawning. ماكل عاطني قد لم. Love is just not in my plans. Can't keep my dick in my pants. My life is you and your mess. Can't keep my. السلام عليكم, معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف إذا نقدر نصل المقطع 100,000 لايك شباب. اليوم هو اليوم الثاني من التنزيل اليومي, واليوم قررت أجيب لكم قصة. لكن اليوم قاعد أقرأ بالكومنتات, أنزل تحت أقرأ أقرأ أقرأ, لقيت كومنت من الكومنتات كاتب دايلر سوي سلسلة جديدة اسمها قصة موت, يعني قصص عن ناس ماتوا وحطوا لمسة بهذا العالم. فاليوم جايب لكم قصة اكس اكس تنتاسيون. قبل ابدا القصة حاب اذكركم رابط موقع بيع التذاكر المسرحيتي تحت في الديسكريبشن. دقيقة, اذا انت قاعد تشوف هذا المقطع ومو مشترك بالقناة صدق عيب, يعني عادي ما راح تخسر شيء, اضغط اشتراك وكمل المقطع. قاعد نحاول نوصل 6 مليون مشترك باسرع وقت. المهم شباب, زي ما انتم شايفين رجعنا للتنزيل اليومي, خلصت دراسة للابد, ما عندي شيء, راح انزل يومي لين ما اموت ان شاء الله. ايش قاعد اقول انا؟ دقيقة لا. المهم شباب, قصة اليوم عن XXXTentacion, كذا ينطق اسمه XXXTentacion. Today we're here with XXXTentacion. قبل ابدا شباب ابغاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات مين تبغوني اسوي بالحلقة الجاية, وبس خلونا مع القصة. قبل ان يشتهر XXX باغاني مثل جوسلين فلوريس ولوك ات مي, وقبل ان يعتبر اكثر شخص تكلموا عليه الناس بسنة 2018, وقبل ان غير المجال الموسيقي بشكل تام, وقبل لا تكون عنده سوابق بالسجن لدرجة انه قضى اغلب حياته بالسجون, وبعد ما طلع من السجن كمل دراسته وبدأ يتبرع الجمعيات وبدأ ينشر الخير وبدأ يقول للمتابعين انشروا الخير وساعدوا الناس, وقبل لا يبدأ جمعيته الخاصة وان يتبرع للناس ملابس جزم اجهزة الكترونية وكل شيء. Donating a bunch of clothes, a bunch of PS4s, like shoes, just different things to the kids. I'm gonna donate like a bunch. كل هذا صار وكان عمره بس 20 سنة. اليوم شباب راح أنقل لكم قصة موت XXXTentacion. Third actor, just انولد بتاريخ 23 جانوري سنة 1998 بمدينة فلوريدا. معلومة بسيطة, اكس عندها اخت اسمها اريانا. تبون صراحة انا ما كنت اعرف عن هذا الموضوع الا اليوم. اختها اريانا عندها قناة يوتيوب وسوت مقطع رياكشن على مقاطعهم يوم كانوا صغار مع بعض. Always crying. أبو إكس دخل السجن يوم إكس كان عمره بس 10 سنوات, يعني الولد تربى بدون أب. أم إكس ما كانت مناسبة أنها تربي إكس لأنها كانت طول الوقت تعنفة تضربه بشكل مو طبيعي. فإكس عاش أغلب حياته مع جدته, رغم أن أمه كانت دائما تعنفة كان مهووس فيها, يحبها بشكل مو طبيعي. إكس كان طالب جدا جدا مشاغب وما يمر يوم ما يتضارب فيه, لدرجة أنه انطرد أكثر من مدرسة, والموضوع وصل أنه انسجن 9 شهور بسجن الأطفال اللي يسمونه جوفينايل. فأقول لكم السجن 9 شهور, وبعد ما طلع من السجن راح يبغى يرجع عند أمه, وأمه طردتها من البيت ورجع لجدته. إكس كان مراهق جدا جدا مهووس بالأغاني, كان يسمع كل أنواع الأغاني. ويوم من الأيام عمته قررت أنها تأخذه وتوديه إلى حصص تعليمية لأدوات موسيقية كمثال جيتار بيانو. وهنا إكس بدأ يصير عنده شغف, بدأ يصير عنده هدف بالحياة. لكن هواياته ما كانت بس الموسيقى, كان جدا مهووس بالكاراتيه بالملاكمة, كان الولد يحب يسوي كل شيء بحياته. طاح بقضايا مرة كثير كمثال سرقة بسلاح, اعتداء على أشخاص. وإكس يوم من الأيام كان هدف لإطلاق نار, والطلقة دخلت بكتفه لكن الحمد لله عدت على خير. زي ما قلت لكم شباب, الموسيقى صارت شغفه الوحيد بالحياة, يبغى يصير مغني. بسنة 2014 نزل أول أغنية له بعنوان Vice City, ولكن بفترة جدا قصيرة الحكومة أرسلوه المعسكر تأديب المراهقين القليلين أدب اللي كذا يسوين نفسهم زحيفة. ويوم راح المعسكر هو كان اليوم
لما اكس قابل صاحبه اللي جدا عزيز له سكي ماسك ذا سلامب جاد. اللي ما يعرف مين سكي ماسك، سكي ماسك بعد رابر جدا جدا مشهور، هو من الناس الاساسيين اللي ساعدوا اكس انه يصير اكس. سكي ماسك واكس كانوا يبغون يصيرون مغنيين باي طريقه، ويوم طلعوا من السجن سووا فرقه رابرزيه. انا اعرفهم بس ماني متاكد ايش اسمهم، بحط اسمهم هنا او ما راح احط على حسب اذا كنت رايق بالمونتاج ولا لا. نزلوا اغاني مره كثير، الحين هذه الاغاني فيها ملايين المشاهدات، وكانوا يشتغلون بس بمايكروفون ولابتوب، ما كان استوديو وشغل بروفيشنال. يوم طلع اكس قرر يشتغل وظيفه عاديه علشان يطلع شويه فلوس، كان يشتغل انه يرد على التليفونات بشركه من الشركات، كان يطلع 10 دولار بالساعه وتعتبر ولا شيء. بجولاي سنة 2016 انسجن ثاني مرة، ويوم انسجن اغنيته Look at me اللي هي اغنية الانترو اللي انا حاطها الى يومك هذا دعست بشكل مو طبيعي، لدرجة ان الناس كانوا ينزلون بوستات ويحطون هاشتاج Free X طلعوا من السجن نبغى يسوي اغاني زيادة. يوم طلع من السجن بدأ يسوي حفلات، الحفلات تصير شيء مو طبيعي، زحمة مو طبيعية، هواش، طلع شوية فلوس، اشترى سيارة، استانس فيها مرة، وقال أنا ماني مستانس، أنا استانس أكثر لما أعطي فلوس المية الطفل. وبعدين إكس قرر إنه يفصل وراح حذف كل بوستات الإنستغرام، وراح صبغ شعره، حلق حواجبه، علشان اكس عنده قضايا مره كثير، شركات موسيقيه كبيره مثل سبوتيفاي وشركات ثانيه قالت ان حنا مستحيل ندعم هذا الشخص، مستحيل نخلي اغانيه ريكومندد. لكن رغم هذا كله اكس ما كان محتاج لهذا ابد، اكس كان مسوي شغل ما سووه مغنيين صار لهم بالمجال 7-8 سنوات. اخر بوست نزله اكس كان بوست على انستغرام ستوري كاتب ان هذا الاسبوع راح نسوي جمعية لأطفال فلوريدا، وبنفس اليوم راح يشتري دباب. وهو راح يشتري دباب كان عند الوكالة، جو ناس واطلقوا عليه، اطلقوا عليه، جو الاسعاف، الحقوا فيه بالمستشفى، وبعد ساعة انتشرت الاخبار بالسوشيال ميديا ان اكس مات. هذا مقطع ردة فعل سكي اللي هو اعز اخويا الموتى. I guess I'm just making this because the information, what I just heard, is that he's passed. وبس هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم، قصة جدا حزينة من أكثر القصص الحزينة بالسوشيال ميديا. صحيح إنه كان شخص جدا سلبي بطفولته، لكن ما تلومونه لأن كل شخص يجي له الإنفلونس، يجي له الانطباع من الناس اللي حواليه. أمه كانت تضربه، أبوه مسجون، فهذه كانت حياته. شخص بأغاني جدا جميلة، شخص كان جدا هادف، راح بيوم وليلة. وأذكر ساعتها أنا ما كنت مصدق، كنت أقول إنه لا هذه بس حركة علشان يسوق الألبومه الجاي، بس طلع الموضوع صدق، إكس مات بس والله. المهم شباب هذه كانت قصة اليوم، أتمنى أنها عجبتكم. إذا تبون قصص أكثر اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين أتكلم عنه. شباب هاي السلسلة اسمها قصة موت، إذا تبوني أتكلم عن شخص معين لازم يكون ميت. المهم شباب هنا وصلنا لهذا المقطع اليوم، أتمنى أن أعجبكم المقطع. شباب كيفكم مع التنزيل اليومي؟ لا أقصد كيفكم مع التنزيل اليومي؟ كل يوم مقطع جديد الساعة 3 العصر بتوقيت السعودية. للتذكير رابط موقع بيع تذاكر مسرحيتي اللي راح تكون بالكويت تحت في الديسكريبشن. بس شباب هذا كان مقطع اليوم، لا تنسوا اللايك سبسكرايب الفيفرت. نشوفكم بكرة، كان معكم جاهد عبد العزيز، سلام. Wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm tryna be what I'm destined to be, and niggas tryna take my life away. I put a hole in it. ماكل عاطني قدلم، 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 ماكل عاط
ماكل عطني قد دلم 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 ماكل عطني قد دلم